احتفلت قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع مستشارية الأمن القومي وقوات حلف الناتو في مقر القيادة بتخرج دورة التسويق الإعلامي لتطوير قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فيما يخص الإعلام وتقنياته. دورة للتسويق الإعلامي بإشراف وتدريب الجانب الهولندي، اشترك فيه ضباط من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات والأجهزة الأمنية. هذه الدورة نعتبرها دورة مهمة في التسويق الإعلامي لإبراز الفعاليات التي تنفذها القوات الأمنية، وكذلك مد جسور الثقة مع القوات الأمنية والمواطنين وتعزيز الثقة بهذه المؤسسات الأمنية. أعتقد أن هذه الدورة مفيدة جدا لضباطنا، ونتمنى من مركز التمييز أنه يعيد هذه الدورات ويكررها باستمرار حتى نخلق جيل أو كادر جيد للتسويق الإعلامي في الوزارات الأمنية. بتنسيق مباشر بين قيادة عمليات مشتركة ومستشارية الأمن القومي لتطوير قدرات كوادر القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية بما يخص الإعلام وتقنيات الإعلام، احتضن مركز التمييز في مستشارية الأمن القومي برنامجا تدريبيا نوعيا استضاف خبراء هولنديين لنقل الخبرات الهولندية إلى الكوادر العراقية. انخرط في هذا البرنامج أكثر من 27 مشترك يمثلون قيادات العمليات وصنوف الجيش وإضافة إلى جهاز مخابرات الوطن العراقي، وعلى مدار شهر كامل تلقوا يعني علوم تخصصية في موضوع التسويق الإعلامي، واليوم الحمد لله اختتم هذا البرنامج وجرى تقييم المشتركين بشكل جيد. حيث استضاف مركز التميز برنامجا تدريبيا يضم 23 طالبا من مختلف الصنوف الأمنية وعلى مدار الشهر كاملا، وتعد هذه البرامج التسويقية لتعزيز القدرات البشرية والإعلامية. الشيء اللي تعلموه المشتركين في هذه الدورة إنه شلون كيفية بناء جسر بينهم بين القوات الأمنية العراقية وبين الشعب العراقي. في بعض الأحيان الناس يكونون خائفين من التقرب للقوات الأمنية، يعني واحنا طبعا نحتاج المواطنين يكونون بالقرب من عندنا حتى يبلغونا بمعلومات الكافيه اللي يريد نحصلها عن العدو وهم الدواعش. فاحنا كان دورنا انه شلون نذلل هاي المصاعب وشلون نبني هذا الجسر بيننا وبين القوات الامنيه العراقيه وبين المواطنين. انا من هولندا وفي حياتي اليوميه انا اعمل في عمليه العزم الصلب. سياده الفريق عبد الامير الشمري هو اللي كلفني بهاي المهمة، وهو اللي قال لي اريدك تنطي كورس بالتسويق الإعلامي للقوات الأمنية العراقية. وتعود هذه الدورات لتطوير مهارات العاملين بالقوات المسلحة وتعزز من ثقة المواطنين بها. احنا كطلاب استفادينا من هذه الدورة ببناء علاقة وثيقة بين القوات الأمنية وكذلك والمواطنين، وهذا واجب هو ضباط الإعلام إظهار القوات الأمنية بالمظهر اللائق أمام المواطنين العراقيين والجمهور العراقي. لإعلام وزارة الدفاع أفراح زيدان.